call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي بتكلم فيه عن تقييمي للعبة بعد ما وصلت لتقريبا كم وصلت؟ تقريبا وصلنا للمية وعشرة ساعات من اللعب. أقدر أشوف الحين ولا ما أقدر؟ ما أقدر أشوف الحين، بس تقريبا وصلنا للمية وعشر ساعات من اللعب. خلينا نشوف إذا أقدر أطلع حاجة. هو برنامج يوبيسوفت، بحاول أطلع لكم عدد الساعات اللي لعبتها صراحة في اللعبة. وصلنا للمية، متأكد يعني ان وصلنا للمية والعشر ساعات، بس اريد اعرف بالضبط. نروح للجيمز، جيم بيج، نشوف. في البداية قبل ان نبدأ، اوكي 108 ساعات بالضبط. الحين بنسحب لكم القائمة ونشوف انه ساعات اللعب اللي وصلناها، هذه هي 108 ساعات بالضبط. فالحين نظرتي، ما بغيت أعلق في البداية، يمكن مع الوقت بتتحسن الصورة والنظرة للعبة، بس الحين أتوقع أن بعد ما وصلت للمئة ساعة أقدر أني أحكم على اللعبة وأقول أن تقييمها النهائي لعبة غير مكتملة. ليش أشوف أنها لعبة غير مكتملة؟ اول حاجة اللعبة مركزة في التصنيف. شوف يعني الحاجة اللي تركز عليها اللعبة في التصنيف هي الحاجة الاساسية في اللعبة، فاللعبة مركزة في التصنيف على المصانع والدولارات الذهبية. فلما ينزل اول تحديث تقريبا اللي هو 1.3، اوكي، لما ينزل اول تحديث في اللعبة 1.3 ويغير لك صورة وشكل المصانع بشكل جذري، فهنا تعرف انه تغيير كبير صار في السيزن 1. انا اصلا ما كنت متوقع انه هذا التغيير بيجي في السيزن 1. ما اعرف اذا تكلمت في شيء من البثوث وقلت انه اتمنى انه يغيروا كذا وكذا، ولكن مستحيل انه يتغير في السيزن 1، لانه يعني منطقيا مستحيل. لكن لما يجي هذا التغيير يعني لك ان اللعبة ما كان يعني كأنها ما مكتملة بسبب التأخيرات المتكررة والمتكررة والمتكررة، صار اللي صار ونزلوا اللعبة بشكل يعني غير مكتمل. بالنسبة للكومبات، اول شيء يعني المعارك اللي تدخل فيها مع الاونلاين والاوفلاين، بصراحة اللعبة ممتازة جدا. كومبات سفن حلو واجد. يمكن الكومبات الهاند تو هاند، ولا وش يسميه هذا، اللي هو شخصية لشخصية، ما موجود ابدا اطلاقا يعني في اللعبه، ما موجود، وهذا الشيء سيء صراحه. خصوصا انه احنا لما انتظرنا هذا اللعبه كنا منتظرين سيكوال او لعبه تاليه لاساسن كريد بلاك فلاج، فهذا الشيء نفتقده صراحه. نفس الشيء يعني كل حاجه تكون على القدم، يعني المشي على القدم في هذا اللعبه سيء، سواء يعني النزول في الجزر، استكشاف الخرائط الكنز في الجزر، السباحة، قرصان غير قادر على السباحة. يعني هذه حاجات وتفاصيل المفروض انها تكون موجودة في كل سفن القراصنة، بس للأسف ما موجودة في هذه السفينة. فهذه هي الحاجات اللي انتقدها صراحة في اللعبة. قلت لكم بالنسبة للمعارك السفينة لسفينة، اقدر ان اقيمها 8.5 لـ9، لكن بالنسبة للشخصية القرصان فأنا أقيم اللعبة أقل من 5 أو 4. مثل ما قلت، نعم في كنوز وهذا شيء يعني منطق، ما منطق، المفروض أقول إنه بديهي، بس يعني هذا الشيء اللي رافع تقييم اللعبة يعني، أو تقييم يعني الشخص في اللعبة، يعني لعب منظور شخص.
في اللعبة يكون خمسة، يعني خمسة من هنا جايبينها فقط من الكنز، لكن المفروض ان الكنوز تكون مثلا تحت اعماق البحر، فانت تقدر مثلا تروح للمكان الفلاني هنا موجود الكنز، مثلا ركت شيب تحت تنزل تسبح، يعني ما انه حاجة صعبة، يعني قدروا يضيفوا لك هذه الحاجة وانك تنزل. اتوقع في معظم اساسن كريد موجودات عندهم الكودات وعندهم الانفايرمنت البيئة الموجودة تحت البحر موجودة، فقط كوبي بيس مجرد انهم يضيفوها، لكنها ما موجودة للأسف. اتمنى انها تنضاف لاحقا. في العاب كثيرة ثانية كانت السباحة فيها ما موجودة، ومع الوقت ومع التحديثات نزلت وفتحوا لنا السباحة. حتى لو تشوفوا ما هنا الخليج الموجود جنب تشيغافو، بعد شوية بشوفه على هنا، هنا في هذا الخليج بالضبط تقدروا تشوفوا أعماق المحيط، يعني ما إنه مسوي لك يعني بحر لكن ما تقدر تشوف تحت، فهذا دليل إنه في طبيعة موجودة في أعماق المحيط لكنها ما مفعلة وما نقدر إن نشوف تحت البحر. حاجة ثانية، الكومبات لما تسوي صعود للسفن الثانية اللي تكلمت عنه، ما في أبدا قتال واحد لواحد في اللعبة، كله قتال سفن، وهالشي يعني منطقي بعض الشيء، لكن على الأقل تخليونا كذا مقاطع من معركة على الأقل، يعني أوكي ما أريد إني أنا أنزل لسفينة شخص ثاني وأبدأ أقاتل، يمكن هذا بيزيد كثير في الديفلوبمنت والتطوير في اللعبة، لكن أول ما أسوي الصعود للسفينة الثانية أظهروا لي 5 شخصيات كذا يتعاركوا، ويجي واحد ويضرب الثاني بمسدس ولا بسكين سيف شيء يعني كذا، يكون يضيف يعني يضيف للعبة حاجة حلوة. بالنسبة للماب صراحة صدمتني في البداية إنها الماب أصغر مما توقعت يعني، لكن أحس إنها مناسبة بعد ما شفنا كيف المصانع وكيف إنه هذا الشيء ياخذ وقت كثير. وطبعا بالنسبة للماب أتوقع ممكن إنها تتحسن، خصوصا لما شفت هنا في حاجة تو خلنا نشوفها. لو تشوفوا في الماب تروحوا لهذا الخط التجاري أوروبا وشرق آسيا، حاليا ما في حاجة تربطنا بأوروبا وشرق آسيا، أو إحنا شرق آسيا ما في حاجة تربطنا بأوروبا، فأتوقع إنه مع الإضافات ومع المواسم القادمة يمكن بيتغير هذا الشيء وتكون في إضافة بالنسبة للماب. نعم، يمكن بيضيفوا هذا الشيء مستقبلا بالنسبة للماب. حاجة ثانية، الانفايرومنت اللي جنبنا، يعني الحين مثلا هنا لو تشوفوا على اليمين واليسار أوقات نلقى، نشوف هنا ممكن بعض الأحيان نلقى حيوانات، قردة، بعض الأحيان أظني أبقار أو قاموس، وش جمع قاموس؟ قاموسات. عندكم هذه الطيور مثلا ما منها فايدة، فقط شكلية، ممكن كان إنه يخليه إلها فايدة، مثلا حتى مثل ما تقتل الشاركس وهذه ال ما أقدر أشوف هنا أي حيوانات، مثل ما تقدر تقتل الأسماك في البحر وكذا، يمكن المفروض إنه يسمحوا لك إنك تقتل هذه وتأخذ منها على الأقل اللحوم وغيرها، بس على الأقل يعني حاجة نضيفها في اللعبة، ويعني نضيف شيء يعني جانبي من اللعبة، ما بس فقط لما تركب السفينة يعني. بالنسبة لعدد المصانع أحس إنه كثير، أوكي. راضي بأنه هذه هي طريقة الحساب والمواسم وما إلى ذلك والصدارة الموسمية وغيره، وكل هذه التفاصيل راضي بها. بالنسبة للإيكونومي نفس الشيء، راضي ببعض الشيء، لكن لازم تكون مخلص لمرحلة القرصان، لكن غير قبل أن توصل مرحلة القرصان الإيكونومي شوية خايس في اللعبة، بس مقبول إنه يتحسن لما توصل مرحلة القرصان، لأنك أنت أصلا كل هذا السوالف في المصانع ما المفروض تبدأها، أو أصلا أنت ما تقدر توصلها إلا مرحلة قرصان، وما المفروض توصل مرحلة قرصان إلا مخلص القصة. فبعد ما تخلص القصة بالنسبة للإيكونومي الاقتصاد في اللعبة منطقي. مجموعة العمل الموجودة 5 عمل تقريبا أو 4 عمل منطقية، اللي هي الفضة والذهب، عملة سيادية وعملة أو مكافآت الموسم أو إيش اسم هذا الباس. بالنسبة للباس، الباس سيء،
الباس سيء، وخصوصا انه ما بيعطيك توكن على نهاية الباس. اتوقع ما شفت انه يعطيك توكن ولا حاجة على نهاية الباس، وهذا يعني انك الموسم القادم راح تشتري توكن اجبار، تشتري توكن اذا كنت تريد تفعل الباس مرة ثانية. لاحظنا انه في الباس موجود فيه حاجات مميزة وحاجات للجميع بيسك، بس حتى الحاجات المميزة ما واجد فرق. غلطنا غلطة هنا. حتى الحاجات البيسك ما واجد فارقة. وش الحاجات الثانية اللي نتكلم عنها؟ سانت ان، لو كانت سانت ان تقدر انك تخليها حقيقي بيس لك، بيس للقرصان، تكون نفس ما تشيرلوك از، يعني بالضبط تكون مثل تشيرلوك، فهذه حاجة نفس الحالة تكون ايجابية وحلوة، وتقدر انك تطور المكان، وحتى يعني يكون فيه هجمات اي اي ضدك، نفس الهجمات اللي تكون على، يعني مثلا اذا نضرب مثال جراند ثيفت، في هناك هجمات وفي هناك هجمات يجيك للمصانع المخدرات زمان كان، وتروح انت تحميها. المفروض انها تكون كذا عندك في سانت ان، ولا انه كل شخص يروح ويختار له مكان انه يكون هو البيسمنت وماله، ويطور ويطور المدافع، ويكون هذا الحصن حصن خاص، مثل ما هو عندهم الاي اي عندهم حصن، الكمبيوتر عندهم حصن، احنا نسوي لنا حصن خاص ونطوره ويكون يعني كذا نزيد قوته. ما اعرف اذا في حاجة ثانية. بالنسبة نعم، القراصنة الموجودين عندنا، او طاقم القرصان الموجودين عندنا في السفينة، ما منهم فايدة أبدا، فقط يعني شكليا هم اللي يطلقوا المدافع، لكن ما نستفيد منهم. حتى هذا اللي جنبنا، القط أو المارون هذا اللي جنبنا، كذلك ما منه فايدة، فكان ممكن وممكن مستقبلا إنه يضيفوا هذا الشيء وإنه يكون منه فايدة. حاجة غيرها ممكن نتكلم عنها ونضيفها، أتوقع سرعة السفن، وهذا حاجة يعني ممكن تنضاف مستقبلا مع تطور اللعبة، ما فيها مشكلة كبيرة، بس هذه نظرتي للعبة. اللعبة غير مكتملة في رأيي، وأتوقع إنهم مع الوقت بيحسنوا فيها كثير حاجات، وأتوقع مع الموسم القادم يمكن بيسمعوا لآراء اللاعبين ويضيفوا هذا الشيء، خصوصا بالنسبة للسباحة، مثل ما يقول شوفوا هنا تحت قدروا تشوفوا الشعب المرجانية، فموجود فيه دبث في البحر لكنه ما مفعل لحد الحين، فيمكن يسمعوا لكلام القراصنة لكلام نعم القراصنة واللاعبين، ومثل ما يقولوا ما في قرصان ما يعرف يسبح، يعني حتى إذا نضرب مثال في لوفي وش قال له هذا من اسمه تشانكس، قال له كيف تريد تكون ملك القراصنة وانت فقط قدرتك للسباحة. هذه نهاية الفيديو، هذه نهاية تقييمي للعبة. أقيم اللعبة 6.5 ل 7 من 10. تقييم الكومبات والسفينة، لما تكون في السفينة يمكن يكون 8.5 أو 9 من 10، ولما تكون على القدم أقيمها 5 من 10. هذا نهاية المقطع، أتمنى أن أعجبكم. دائما وأبدا أسألكم أنكم تتابعوا القناة، لا تنسوا أنكم تتابعوا القناة، لا تنسوا انكم تضغطوا على اللايك وتسوي شير، تخبروا اصحابكم على القناة، خصوصا اللاعبين اللي يلعبوا معاكم هذه اللعبة، دخلوا الموقع اويه وتشتروا اي حاجة تشوفوا انها يعني تريدوها وفي اللعبة ما قدرتوا انكم تحصلوا عليها بسهولة، فتابعوا اشتروا من هذا الموقع واستخدموا كود نوب. كذلك تشوفوا هنا رابط الديسكورد، إذا تدخلوا رابط الديسكورد هنا، الديسكورد هنا تلقى الديسكورد، هنا بتلقوا شباب كثيرين يريدوا يلعبوا مع أشخاص آخرين، فتقدروا تضيفوهم وتدخلوا معاهم، وتسألوا أي أسئلة، في هناك مناقشات عامة، تسألوا أي أسئلة حاجة محتاجينها في اللعبة ولا أي شيء. هذه نهاية الفيديو، والسلام عليكم.